بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من الحج المبرور. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس الحج المبرور. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. الحاج يا شيخ وقد أكمل هذه النسك وتنقل بين هذه الأماكن المباركة في هذا الموسم، موسم الحج. ما الدروس المستفادة من الحج؟ وما الواجب على الحاج بعد رحلة الحج في مواصلة العمل الصالح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي أديت مناسكه على الوجه المشروع مع الإخلاص لله عز وجل في ذلك، كما في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. أتم الحج يعني ائتوا بمناسكه ولا تنقصوا منها شيئا، لله يعني خالصا لله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي، وإنما هو لله عز وجل. هذا فيه التنبيه على الإخلاص. والحاج إذا أكمل مناسك الحج ومن الله عليه بتمكينه من ذلك، عليه أن يشكر الله وأن يرجع بحال أحسن من حاله قبل الحج. وهذا علامة الحج المبرور، هو الذي يرجع صاحبه بحال من الطاعة والعبادة والإخلاص لله أكمل منه قبل أن يحج. وهذه علامة أن حجه مبرور، وعلامة قبول حجه عند الله سبحانه وتعالى. يحافظ على دينه، يحافظ على صلاته، يحافظ على توحيده وعقيدته في كل حياته. وليس معنى ذلك أنه إذا حج سقطت عنه الذنوب وأنه يفعل ما يشاء ويتلقب بالحاج. لا يدري هل قبل حجه أو لا، فلا يفتخر بهذا ويتلقب به، ولكنه يرجو من الله القبول والرحمة ويواصل العمل الصالح بعد الحج والمحافظة على الفرائض والواجبات، ويكون حاله بعد الحج أحسن من حاله قبل الحج، ويستمر على هذا بقية حياته. هذا هو الحج المبرور الذي يربي المسلم على البر والتقوى وعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ الحاج، وقد يعني تنقل في هذه المشاعر المقدسة وحقق التوحيد، ما الذي يجب عليه حفظكم الله وقد ختم هذه الأيام بتحقيق التوحيد لبيك اللهم لبيك؟ يجب عليه الاستمرار على التوحيد والإخلاص والمحافظة على فرائض الله عز وجل، ولا يظن أنه إذا أدى الحج فلا عليه من بقية الأعمال ويفرط فيها ويضيع بحجة أنه حاج، هذا لا يجوز. وكذلك لا يكون قصده التلقيب بالحاج، وإنما يخلص النية لله عز وجل. ولا يدري، هو لا يدري هل تقبل حجه أو لا، كيف يسمي نفسه بالحاج وهو لا يدري هل تقبل أو لا؟ فعليه أن يخاف من التقصير، يخاف من الهفوات، يخاف ويتوب إلى الله ويتبع الحج بالطاعات وفعل الخيرات والإحسان إلى الناس. هكذا الحج المبرور يكون حاله بعد حجه أحسن من حاله قبل
حجه. شكر الله لكم يا شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم وأفضتم في هذه الدروس المباركة والتي ألقيتموها عبر أيام الحج، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر أيضا فريق العمل في هذا البرنامج الذين سجلوا هذه الدروس من مكتبة الشيخ، كما أشكر زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي رافقنا في هذه الدروس المفيدة. يتجدد اللقاء إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.